للحديث عن هذا الموضوع معنا من دبي أيمن عيتاني، مستشار الاستراتيجية الرقمية في إمارة دبي. أهلا بك وشكرا لحضورك في البرنامج. إذا كما ذكرت، دبي أعلنت عن إطلاق عملة حكومية رقمية، والسعودية أيضا مؤخرا أطلقت عملة من هذا النوع، لكن بشكل تجريبي سيتم تداولها بين البنوك فقط في مرحلة أولى. لماذا في نظرك تلجأ بعض الدول إلى إطلاق هذه العملات الرقمية؟ ما هي الفائدة بالنسبة للدول؟ هلا إذا بنحكي على العملات الغير رقمية، عادة بتكون هي مدعومة من مؤسسة حكومية معينة مثل مصرف مركزي أو من بنوك معينة، وهذا المصرف المركزي بيتواصل مع المصارف المركزية الثانية بغير بلاد ليتفقوا على العملة والمكونات تبعولها والقيمة تبعولها. بالعملات الغير رقمية اللي بيميزها إنه ما بيكون في ضرورة مركزية لهيدي العملة، ليكون في سلطة مركزية معينة اللي هي بتتحكم فيها أو هي مسؤولة عنها بطريقة مباشرة. فهيدي ميزات العملات الغير نقدية اللي بتسمح أنه ما يكون في وسيط، هيدي فيها حسنات وسيئات. بالحسنات هيدي بتخلي التداول السريع بالعملات، ويكون لما ما يكون في وسيط، لانه عاده مش بس المصرف المركزي، بيكون في غير مصارف وغير مؤسسات تلعب دور وسيط، بيكون في تكاليف معينه مربوطه بالوساطه هيدي. فكمان هون دور الوساطه ببطل موجود، كتكاليف للاشخاص والمؤسسات بتكون اقل، والسرعه اكيد بتلعب دور. طيب بالنسبه للاشخاص العاديين، هل بامكان اي كان استعمال هذه العملات الرقميه؟ ما هي الفائده من استعمالها بالنسبه للافراد ليس الدول هذه المره؟ هي للأفراد، فيهم الأشخاص يستفيدوا من هذه العملة الغير نقدية، وهي معمولة أصلا لاستفادة الأشخاص العادي مثل ما عم تقولي. وكل ما يكون في أشخاص عم يستعملوها، كل ما يكون في اهتمام أكبر من المؤسسات الحكومية والغير حكومية استعمال هذه العملة الغير نقدية. هلأ لأنه هي العملة غير نقدية وجديدة، وهي كنوع العملة الغير نقدية، يعني كل العملات الغير نقدية في شوية صعوبة على الأشخاص العادي لحتى يتعودوا على طريقة استعمالها، يعني كيف لازم يشتروها، كيف لازم يعني يكون في شراء وبيع عن طريق التليفون أو عن طريق الكمبيوتر، أي مؤسسة تقبل مني هالعملة الغير نقدية أم لا. يعني هلأ نحن هي بعدها بأول أيامها، بأول تطويرها، منشان هيك في شوية صعوبة حتكون موجودة. فالناس اللي عم يستعملوها هن الناس اللي هن بيحبوا يكونوا من أول الناس بيستعملوا التقنيات الجديدة، وهني مرتاحين أكثر إنه يكون في شوية مشاكل ويلاقولها هني حلولها ويشتغلوا فيها. فبس لتكون استعمالها على إطار كتير كبير، هيدي بدها وقت. فمنشان هيك بس نحكي عن نوع الابتكار، يعني فالدولة لما تبلش فيها على بكير، من أول المؤسسات بالعالم تبلش فيها على بكير، بتلاقي إنه عم تخطي خطوة كتير كبيرة، لأنه عدد الناس اللي عم يستعمل العملات غير النقدية بعده قليل كتير، عم يكبر. فإذا من هلأ نعمل، بال 2017 نعملت، بتلاقي من هون لثلاث أربع خمس سنين بتكون في إمكانيات كتير كبيرة بالإمارات المتحدة كلها لاستعمال هذه العملة الغير نقدية. طيب في الوقت الذي تشجع فيه الإمارات إطلاق هذا النوع من العملات، الصين وكوريا الجنوبية مؤخرا تخلتا عن عملة البيتكوين، أشهر العملات الرقمية. دول أخرى قامت بتقنين أكثر لاستعمال هذه العملات بسبب المخاطر التي نعرفها والتي تطرحها هذه العملات كاستعمالها في شراء الأسلحة أو في شراء بعض المخدرات عبر الإنترنت. في نظرك شخصيا، أي مستقبل ينتظر هذا النوع من العملات الافتراضية؟ الانقراض أم على العكس سيكون هناك تيار لتشجيع إطلاق عملات جديدة؟ هلا يعني العملات النقدية عادة بتكون مدعومة عن طريق الذهب أو عن طريق يعني عملة تانية أو طريقة تانية، فهيدي بتخلي المؤسسات الحكومية تكون مرتاحة أكثر، إنه في حال في مشاكل بعملة معينة في مقابلة بالمليارات الذهب مثلا. العملات الغير نقدية اللي نحكي فيها، العملات الرقمية والافتراضية اللي نحكي نحن فيهم، قسم كثير منها منه مدعوم بالذهب. يعني في هلا في عملات غير نقدية مدعومة بالذهب، بس في قسم منيح منه مدعوم بالذهب. عشان هيك نحن بنشوف في غير مؤسسات عم تتراوى شوي، وتشوف
طريقة استعمالها أكثر، لأنه هيدي العملة الغير نقدية هلأ طور تطويرها، فعم يعطوا حالهم وقت أكثر ليشوفوا كيف هيدي عم تتطور لحتى يقدروا يغيروا القوانين بالبلاد اللي هن فيها ليكون في استعمال أكبر لهيدي العملة الغير نقدية. بس بأول مرحلة طبيعي يكون في ترقب وانتظار، لأنه التقنية كتير جديدة وبعد استعمالها منه واسع كتير ليكون في أطر واضحة لينعمل قوانين معينة على 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 الصعيد الدولي لحتى تنعمل. نعم، شكرا جزيلا لك أيمن عيتاني، مستشار الاستراتيجية الرقمية، كنت معنا من إمارة دبي.